بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري والحسون، كل يوم خميس على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر.com، وكذلك عبر صفحاتي سوق عمر على تويتر، على الفيسبوك، على الانستغرام. أصدقائي، لا تنسوا تفعيل الجرس بعد الاشتراك في القناة كي يتسنى لكم جديد إشعاراتنا من حلقات مهمة ومفيدة جدا في علم الطيور. حلقتنا اليوم هي كيفية تطهير غرفة الطيور من الفطريات ومن البكتيريا ومن الجراثيم، خاصة في فصل الشتاء. كلنا نعلم أن فصل الشتاء يكون فيه الجو بارد، هنا نضطر لإغلاق الغرفة على مدار اليوم. وعندما نغلق الغرفة يكون الجو ويكون الهواء منحصر داخل الغرفة، الطيور تصدر روائح، مع روائح برازها أجلكم الله، مع روائح المخلفات التي نقدمها لطيورنا، سواء كان بيض مسلوق أو خس أو باتي أو يعني غذاء حبوب زيتية. كل هذه العوامل تصنع لنا فطريات وبكتيريا داخل الغرفة، ومن خلال هذه العملية تكون الطيور معرضة للخطر. يجب علينا تطهير هذه الغرفة من البكتيريا ومن الفطريات بأسرع وقت كي لا تتعرض طيورنا للخطر. يكفي أن نأخذ رأس بصل، سواء كان أحمر أو أبيض، نقطعه إلى 4 قطع، كل قطعة نضعها في ركن من أركان الغرفة الأربعة، ونتركها حوالي 5 أيام إلى 6 أيام. البصل سبحان الله يمتص هذه الفطريات ويمتص البكتيريا، وبإذن الله يكون أيضا قامع للجراثيم. بهذه الطريقة نستطيع أن نقضي على هذه العوامل التي تكون مضرة لطيورنا. طبعا أصدقائي، لا ننسى تنظيف الغرفة ولا ندع مخلفات الأكل يعني متساقطة على الأرض، وندعها 3 أيام 4 أيام، وهنالك من يدعها أسبوع. هذه المخلفات تصنع لنا كما قلت خلية من البكتيريا والفطريات. هذه التجربة مجربة من عديد الخبراء في مجال التربية وقد نصحوا بها، وأنا أصطف إلى جانبهم وأنصح بها. فقط رأس بصل تقطعونه 4 قطع، كل قطعة توضع في ركن من أركان الغرفة على مدار اليوم مدة 5 أيام أو 6 أيام، وبإذن الله سنتحصل على نتيجة مهمة جدا. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أني قد وفقت في إيصال هذه المعلومة البسيطة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.